يقول هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله إلى أخته لكي تجهز بها نفسها للزواج؟ يعني سمعت فتوى بالجواز، ونريد الإفادة مع العلم بأن الوالدة متوفى والأخت لا تعمل. على كل حال الزكاة كما قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإذا كانت الأخت بحاجة إلى الزكاة فإنها أولى من غيرها، لأن الصدقة على القريب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، إذا كانت الأخت مضطرة إلى الزكاة فإنها تدفع لها.